عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله عايشك. مين جيتنا اليوم؟ كسرين. كسرين تحية لأهالي كسرين. تقرا في تونس ولا تخدم؟ لا ما نقراش، بطلت، كنت نقرا بطلت والظروف وبرشا حاجات فهمت. أما معناها فما برشا قالوا لي عليه بطلت وكل نفس السؤال، خاطر معناها مش معناها كل شيء قراية، معناها بعد القراية تحبس يحبس كل شيء. اللي فما برشا حاجات نجم تنجح فيه في الدنيا هذيا، معناها نجم تعمل فورماسيون تو أكثريت في تونس صنعتك هي اللي تجيب، معناها فهمت. والله عندي فكرة إنه باش نعمل فورماسيون أتسوانيونت ولا باش نعمل استيتيك، معناها لمحل نمشي بالفورماسيون اللي تمشي أكثر فهمت. أتسوانيونت ضربة برشا معناها، خاطر في ألمانيا وكندا معناها مستحقين برشا فهمت. معناها تخمم إنه مستقبلك باش يكون خارج تونس؟ صحيتي إي، خاطر كيكة معناها باش نضمن مستقبلي هنا في تونس، ما عندك ما تضمن هنا في تونس. كان خدمت خدمة أكثرية شهرية 600، تمشي غادي لبرا 7 ملايين 10 ملايين في الزونة هذيك فهمت، غادي ما تكون مستقبلك معناها. يعني ترى إنه طموحك أكبر من انك تخدم هون؟ هي اكبر من هكا فهمت، معناها عندي برشا حاجات لقدام باش نعملهم بعد كان ربي سهل لي فهل ان شاء الله يعيشك، كان بعد ربي سهل لي فالفورماسيون هذه والكل، وان شاء الله يا ربي سهل لي فيها باش نعمل برشا حاجات فهمت، يعني تجاه عائلتي وصحابي واقاربي والكل فهمت. هيك ان شاء الله ربي يسهل لي ويعيشك. لاحظنا انه اللي في عمرك الكل الجيل الصاعد، انت تو عمرك 18 سنه هكا ولا ايه، الكلكم تخموا في الهجره؟ اي خاطر بالرسمي معناها لعاد قرية تنفع في تونس، لعاد حتى كتشوف المتخرجين معناها كثريتهم في رقدين معناها في ديار، ما همش لاقيين مستقبلهم معناها طول العام صنعته معناها لقي مستقبله اكثر من اللي متخرج. تصور انت معناها بتزاير معناها مليون و200 يخلص، معناها كنت نخدم في رستوران ونعرف الشيء هذا فهمت. برشا حاجات معناها القرية تو مش معناها ما ننصحش غيري ما يقراش، ليه ليه القرية باهية وراهي ثقافة معناها وبرشا حاجات فيها فهمت. حتى روحك معناها مش حتى الخدمة الهاريخر ولا الهاريخر معناها جي فوسط مجموعة يبدو يحكي وهكا على قد تفهم شنية يحكي، ومعناها تنجم انت فوسط مجموعة يبدو يسبوا فيك معناها وانت ماكش فاهم حتى شيء فهمت. ولا القرية ثقافة وفيها برشا حاجات، أما الغالب كل حد وشني تحكم عليه الظروف فهمت. انت شنو الظروف اللي حكمت عليك؟ والله انا هو ابتلاء من عند ربي، طرت لي نفحه من القرايه والكل، ما معش النجم انسان ما معش النجم فهمت. كنت عندي في مخي نجم، كنت نجم نكمل ونولي اللي تراه في مخك فهمت، اما لا غالب وكهو يعني ابتلاء من عند ربي معناه وكتبت ربي واللي جاي خير من اللي مشي فهمت. المهم ما تقفش غادي. صحيت ما مش معناه كل شيء تقف على القرايه، معناه اللي بطل سيارة وباش يرقد في الدار ولا اللي عندك برشا حاجات تعملهم في يدك، خاصه الفورماسيون راك عندك فيها مستقبل ما شاء الله، معناه كذا الانسان عنده صنعه معناها وعنده موهبه رب قدره اللي باش ينجح فيها ويوصل فهمت. اما كذا ما انت بطلت القرايه وراقد معناه كان كملت قريت خير فهمت، خير من النوم في الدار. وننصح غيري معناها كان اللي مبطلين خاصة معناها يعملوا فورماسيون أكثريتها أتسوانيونت ولا استيتيك، خاطر ضم الحاجتين اللي معناها توا خارجين خاصة والحلو زيدا والحاجات هذوك، أما ننصح بالأتسوانيونت خاطر توا هكا ريت أكثريتها يقروا فيها توا فهمت. إن شاء الله ربي يسهل للناس الكل وربي يوفق الناس الكل. كما قلت انت معناها اللي يخرج من القرايه وباش يقعد قاعد في الدار يستنى في خدمه عام واثنين وثلاثه كان يكمل يقراهم خير. خير صحيت، خير ما يقعد في الدار معناها باش يقعد في الدار باش تعمل ماشي في بيك دارك باش يصرفوا عليك، تو انت يبدا ظروفك على الاخر معناها، مو انت تقوم على الاقل تصرف على داركم، تخدم اي خدمه في رستوران لين ينوب عليك ربي تلم شويه فلوس، نجم تعمل بهم حاجه ومشروع صغير، نجم المشروع هذاك يكبر، ما تدريش انت على قدره ربي، نجم اليوم تكون ما عندك حتى فرنك غدوه تصبح عندك ملايين فهمت. حاجه اخرى لاحظنا انه برشا عبيد في معناها صغيرات هكا في عمرك يعصفوا عن الدراسه لسبب معين، ديما فما موقف صار سواء في العائله ولا في المدرسه صار خليك تعزف عن الدراسه وما عادش عينك في القرايه، شنو انت اللي صار معك؟ انا ما هو صار معايا، انا وليت للسيده معناها غاديكا في قاسرين فهمت، تلكشوا برشا معناها ويبدا طولك تونين وبريمير اني وكل بطلت من بريمير اني خاطر والكل تنمر. تنمر صحيت معناها ابر التنمر معناها للسيده معناها يضغطوك ما يخلوكش على راحتك والكل، كان ما جبتش هذيك كان راك باش تضطر، معناها يضغطوا التلميذ معناها يضغطوه ويخلوه يكره القرايه معناها فهمت، كان ما جبتش راك باش نطردوك يبداك التلميذ هذاك خايف من دارهم معناها فهمت، معناها ما عندهمش الرحمه مع كيف نقولوا نحنا ما يخلوش الصغير معناها على راحته ما يخلوش يضغطوا عليه فهمت. عبيد كرهت القرايه علاش؟ خاطر تسمع من كلمات العبيد اي تونس ما عادش فيها مستقبل، اي تونس ما نعرفش شنو، خاصه الجينيراسيون نتاعكم انتم خاصه في الاولاد، نحكي لك الاولاد ما كريتك ماشيين في دومين اخر معناها فهمت، من واحد لواحد اللي فزت الناس الكل ما عادش عنهم بالقرايه خاطر ما عادش يلقوها ضغط، يلقوها ما عادش لقينا حل فهمت،
بيجي يشوفوا في تونس ويشوفوا في الولاد حارقه ويقول لك هاو ذاك حارق، شوف انا كيفاش نقرا وعملهم الكل وما وصلتش للبلاصه اللي وصل هذيك، فهمت؟ هو يبدا حارق ما عنده لا نيفو لا حتى شيء، ويبدا جايب كراهب هذاك هو شنو الحاجه اللي تو تخلي الانسان خلي الانسان يفد من قرايه، فهمت؟ فما عبيد تبدا مشاكل في الدار، تبدا مشاكل في الدار وتبدا ضغط، معناها تبدا بين الام والبو ولا حاجه، فهمت؟ كل حد وظروفه يعني، مش الكل نفس الحاله، فهمت؟ معناها ما فماش واحد يكون قاعد يمشي بطل من القرايه وحده. صحيت الا فما اسباب، معناها خاطر عمر التلميذ اللي يجيك فجاه كان يحب القرايه فجاه يجي يقول لك راني باش نبطل ولا انا ما عادش عيني، فهمت؟ الا ما يكون سبب اسباب معينه، خاطر ديما واحنا صغار ديما يزرعوا فينا كل الهدف طموح شنو تحب تطلع، وانت معناها كي تكبر شنو تحب تطلع، تقعدك السنوات هذيك الكل تخدم على الهدف هذاك يعني. هذيك اي معناها يقول لك باش تطلع، معناها كيما نقولوا نحن نور تونس ومستقبل تونس، سامحني كمستقبل تونس معناها بالرسمي، معناها برشا عبيد كنت تشوف شنو يصير فيهم، معناها متخرجين يلم في الزبله وياكل في الزبل، راك بالحق تحبس في مخك، معناها يقول لك تونس بي سامحني اللي عنده شهادته هذاك، علاه ما تعطوش شويه فلوس على الاقل يعمل به مشروع حتى مش ماكمش لاقيين سهلوا له، معناها سهلوا له معناها ماكمش لاقيين له حل، وبعد تقولوا علاش حرق وحرق، ما حرق على في جرودكم انتم ماكمش لاقيين لي حل، معناها سوق فماش واحد يحب يبعد على عائلته، فماش واحد يحب يمشي يخدم دوله اخرى ويخلي بلاده ودولته يعني. خاطر لقي خاطر في بلاده جيعان، في بلاد الاخرى معناها يلقى روحه شبعان، فمتمشي البلاد هذيك ياكل ويشرب حتى يرقد يلقى روحه شبعان، هنا في تونس معناها كري ومصروف وشيء اخر مسكين ماهوش لاقي روحه، فهمت؟ حتى يوصلوا يبيعوا في شيتهم معناها للمتخرجين في جرة الحالة هذي. انت وقت اللي جيت باش تخرج من القرايه داركم شنو قالوا؟ دارنا كانوا ضد الحكايه هذه وكل قالوا لي لا وما نعرفش شنو، بعد قرايتك ماكش باش توصل حتى شيء، فهم هكاك شنو قاري ليهم مخهم، فهمت؟ اما ليه معناها بعد قلت لهم راه مش معناها كل شيء انا قرايه وكل شيء الا غالب انا ما عادش نجم، ودارنا ضغطوني معناها باش نرجع والكل، فهمت؟ هكا هاو قلت لهم راني انا ما عادش نجم نكمل وسي بون، فهمت؟ خويا الكبير زاد كان ضد هذه وقال لي ميساج برا اقرا لي معناها وكل ما تمشيش لتونس تمشيش تونس اقرا لهنا معناها في القاسرين والكل، قلت له نجي في القاسرين نمشي معناها لتونس على الاقل هاو كفاه خدم معناها نخدم في ريستورون نخدم في باتشيري، فما لازم باش تلقى فرصه. صحيت غادي القاسرين هو صحيح بلادي محليها وما شاء الله عليها معناها ما ناقصها حتى شيء غير الخدم، فهمت؟ مشكله جست في الخدم مكاها، اما الحمد لله تو على كل حال، فهمت؟ جيت في تونس معناها صحيح تونس بلاد باهيه كل شيء، اما ايش عندك في تونس؟ عندي تو برسك 7 شهور. وحدك ولا مع العائله؟ مع دارنا مع ماما وخويا وبابا والكبير واتي بابا وخويا الكبير غادي، خاطر خويا الكبير ما يحبش ضد معناها تونس يحب يجي لتونس والكل، غادي يلاقي راحته خير من هنا، فهمت؟ خاطر يقول لك هنا في زيد وهم اللي يمشي لها غادي يفسد، هو بالرسمي راهو صحيح، فهمت؟ معناها اللي يجي لتونس راهو يفسد برشا حاجات، معناها انت تفسد روحك اكثر انسان بعيد يعني حياته كامله عايش في ولايه اخرى وفجاه هكا يجي لتونس وتونس فيها ناس الكل، فهمت؟ لان راهو العبد اللي الاكثر عبد يضر روحه راك انت تضري روحك، خاطر تبدا تمشي مع انسان وتعرفوا اللي هو فاسد قاعد تفسد في روحك، فهمت؟ معز نفسك تسيبها صحيت هكاك يعني ننصحك دوبك دوب روحك، اما ابعد لاصحاب اخت طولعات لاصحاب لا تقولي لي لاصحاب لاخوات لا حتى شي بخلاف امك وبوك، ركز على الهدف. صحيت ركز على جست على الهدف وكها عندك حاجه في مخك اعملها وابعث الناس الكل، ما همش هما اللي باش يكونوا لك مستقبلك واللي يقولوا لك مثال سيب عليك وسيب عليك راه ماذوكم يكرهوك، واللي تلقيه واقف معاك وهيا برا امشي كمل وراو حلمك هذاك توصل بيه وما نعرفش شنو، هذاكم بالرسم الانسان اللي يحب، اما باش تقولي انسان يقول لك سيب عليك وكيفاش باش تنجح وما نعرف شنو، انت داري على كتبه ربي معناه نعمل حاجه هذيك وربي معايا معناه تنجم تسهل لي معناه، فهمت؟ نجم نخدم هنا غادي، فهمت؟ وان شاء الله ربي يسهل الناس ان شاء الله ربي يوفقك، نتمنى لك النجاح. عايش اختي يسرك.